السلام عليكم إخواني أخواتي مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة حصرية عبر النت بروفيشنال. إن شاء الله في هذه الحلقة لن نتعرف على جديد الإنترنت، إن شاء الله في هذه الحلقة سنتعرف على الطريقة التي سنحول من خلالها بيس 2006 إلى بيس 2013، وذلك باتباع الخطوات التي سأشرحها في هذا الدرس إن شاء الله. للقيام بهذه العملية أولا تدخل على هذا الرابط الذي سأتركه لك في الديسكريبشن، بعد أن تدخل عليه من موقع فور سوليد، يعني هذا تقوم بتحميل هذا الأوبشن فايل. يعني الكل يعرف كيف يحمل هذا الأوبشن فايل، طريقة سهلة جدا. بعد التحميل سيتولد لديك هذا في ديسكتوب، بعد ذلك XGTSC يطلب منك الباسورد رشيد، الاسم الذي يتكون من الباسورد رشيد، تضغط OK ثم يعطيك هذا الملف، تنسخ هذا الملف، تتوجه إلى ميديكامون ملف كونامي برو ايفاليوشن 2006 صار فولدر تنسخه هنا لأصحاب ويندوز إكس بي، سيطلب لك يقول لك هل تريد هوم بلس سي، تضغط وي. ولأصحاب ويندوز 7 هنا أو المستعملين سوبر كوبي هنا توافق على التبديل، بعد أن توافق على التبديل سيتغير 2006 إلى أحدث انتقالات 2013، والآن سندخل إلى اللعبة. بعد إذا الآن سندخل إلى اللعبة، الشعارات الأمنية، يعني كل شيء يتغير. شاهد أليكسيس سانشيز، فابريغاس، إنيستا، ميسي، تشافي، بوسكيتس، وفي باريس سان جيرمان هنالك إبراهيموفيتش، والانتقالات أحدث الانتقالات. الجمهور عدده غفير اليوم لكن متوازن بين الناديين. ومن جديد توزيعه. الكرة الآن ما زالت في منطقة الجزاء، يحاول يضرب الكرة، الكرة هذه استعملت لها اسحبت لها، وشوفوا كيف الهدف أثر على الحارس.
في هذه المرة لابد أن يستغل الوضعية. يصاب كرة في المرمى. جميلة لكن اوت. محاولة تسديد. يحاول يعمل توسيعة. تسديدة أرضية. كرة طويلة قدام. فرصة سانحة بالنسبة له. الكرة الرائعة التي وجدت الأروع. يصيب كرة في المرمى. إعادة الكرة للعب. الآن الوقت لمعالجة الأمور. ممكن ترتيب أوضاع البيت من المدربين. نحن إذن كان هذا كل ما في هذه الحلقة. إن شاء الله كل واحد منكم يحول بيس 2006 إلى 2013. ولمزيد من الحلقات والاستفسارات يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك نت بروفيشنال الذي سأترك رابطها في الديسكريبشن أسفل الفيديو. ولا تبخل علينا بالضغط على زر سبسكرايب اشتراك أسفل الفيديو وأيضا على زر أعجبني جيم أيضا في أسفل الفيديو. شكرا لكم على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.